سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد الدرس الموفي تمام 70 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين، الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونعود إلى الحديث الثالث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عليه الذي يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمر والساعة في العسر والنسر والمنشة والمكرة، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بياحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أيضنا لا نخاف في الله لومة لائم. الحديث متفق عليه. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى أول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى أن لا ننازع الأمر، أو بايعنا عهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكما أعلى، لا بوصفه مجرد رسول من عند الله عز وجل، على السمع لما يقول والطاعة تطبيق الأوامر التي يأمرنا بها في كل أحوالنا وتقلباتنا، من عسر ويسر ومنشة ومكره، حتى ولو كان في أمر الحاكم إيثارا لنفسه علينا، فنحن نقبل إيثاره هذا ونسمع ونطيع، هكذا أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: وأيضا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ منا العهد على أن لا ننازع الأمر أهله، على أن لا ننازع أهل الحكم الحكمة، هذا معنى الكلام، المقصود بالأمر الحكم، والمقصود بأهل الحكم القادة الذين يملكون زمام الحكم. فأبو عبادة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول: وأيضا مما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ألا ننازع أو ننافس ونحاول اصطلاب الحكم من أهل الحكم أي الذين يملكون زمام الحكم إلا في حالة واحدة، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي حالة أن تروا كفرا بياحا. إذا رأيتم من الحاكم كفرا بياحا، البياح مصدر أي اسم مصدر من باح يبوح بالشيء، تقول فلان باح بما نفسه، يعني كان ما في نفسه خفيا ثم أعلنه، وتعبر الكلمة كلمة باح يبوح بيحا وبياحا عن إعلان الشيء وإظهاره جليا لكل الناس، بحيث لا تبقى عليه غاشية لك. هذا هو الأمر البيان. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في مبايعته لأصحابه ومبايعة أصحابه له، عاهدهم وبايعهم في جملة ما بايعهم عليه
أن لا ينازعوا الأمر أهلا، أي لا ينازعوا الحكام أحكامهم إلا في حالة واحدة، أن يصدر منهم كفر علني صريح. ثم زاد المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا القيد، قال كلمة البياء بقيد تأكيدي آخر، فقال لكم عليه من الله تعالى برهان، أي عندكم من الله تعالى فيه برهان، إذا ألقفكم الله يوم القيامة وسألكم لماذا أقدمتم على هذا الأمر بوسعكم أن تقدموا البرهان الذي اعتمدتم عليه في حكمكم بكفر هذا الإنسان، فإن لم تملكوا هذه الحجة التي تدافعون بها عن أنفسكم يوم القيامة فلا يجوز لكم الخروج على الخاتم. أظن هذا الكلام واضح جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أيضا واضح، والبعد الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وعباده ابن الصامت كواحد من الصحابة الذين بايعوا رسول الله على هذا أيضا واضح، أي أنه لا يجوز للمسلم بعد أن أوضحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علينا أن نسمع ونطيع في كل ما لا حرمة فيه كما قلنا، زاد على هذا أيضا أنه لا يجوز أن يخرج المسلمين على الحاكم المسلم لأي سبب من أسباب الفسق، هذا معنى كلام رسول الله، ما دام أن هذا السبب لم يرتقي إلى درجة الكفر، بل لا يكفي أيضا أن يرتقي هذا السبب إلى كفر خلافي بين الفقهاء، أي كفر يحتاج إلى أخذ ورد، أيضا لا يكفي هذا، لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا تلبس بكفر صريح واضح مستعلم به كل الناس يملكون أن يأخذوا من هذا الواقع برهانا يدافعون به عن أنفسهم يوم القيامة أمام الله عز وجل. إذا ففسق الحاكم هل يستوجب الخروج عليه؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام الذي يقوله نص واضح على انه لا يعد فسق الحاكم اي من كان نوع هذا الفسق واي من كانت خطورته ومهما بلغ شأنه ما دام انه لم يصل الى حد الكفر لا يجوز الخروج على هذا الحال. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أيها الإخوة التكامل في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، استدرك فأتبع هذا الكلام بقوله وهو يأخذ البيعة على الصحابة وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يمنعني ويمنعك من القيام على الحاكم والثورة عليه والتمرد عليه بسبب عصيان بدر منه أو بسبب فسوق أيا كان نوعه يعود فيأمرك أن لا تسكت عن قول الحق بكل مناسبة، وأن لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا
إن اقتضى الأمر أن يرجع ذلك للحاكم فللحاكم، أو لمن دونه فلمن دونه، أو لعامة الناس فلعامة الناس. أي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن لكم في وظيفة أماتها الله بأعماقكم، وهي وظيفة الأمر بالمعروف صراحة والنهي عن المنكر صراحة، غنى عن التمرد والخروج على حكم الحاكم. ذلك تصرف لا يجوز الوقوع فيه ما لم يصل هذا الحاكم الى الكفر العلني البواح، والسكوت عن المنكر حيثما وجد، والسكوت عن المعروف حيثما فقد، ايضا تصرف ما ينبغي ان يقع المسلمون فيه. وتلك هي الوسطية التي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، بل تلك هي الوسطية التي رد عليها كتاب الله الناس، وما رسول الله إلا واحد ممن أدبه ربه فأحسن تأديبا، هكذا كان يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبين هذا الطرف الذي ينهى عنه رسول الله وهذا التطرف أيضا الذي ينهى عنه رسول الله، نجد الشرعة الإسلامية الوسطى التي يجب أن نلتزم بها. هذه الشرعة الإسلامية الوسطى هي أن نسمع ونطيع في كل ما قد يجر علينا خسارة دنيوية أيا كان نوعه، ومهما كان الوصياء لهذا فيه إيثارا للحاكم وفيه نظر إلى شأنه وإهمالا لشأنه. نفعل ذلك، لا نخرج على الحاكم ما دمنا لا نملك برهانا قطعيا جازما صريحا كما قال رسول الله بواحا على انه قد كفر ومرق من المله. ثالثا، الامر الثالث، نكون قوامين بالقسط، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر جود استطاعتنا، كما قلنا في حديث سابق باللسان الذي نملكه والحجة العلمية المضيئة في عقولنا. فأنا إذا رأيت منكرا يشيع في البلدة، في مدارس البلدة، في جامعات، في أسواق، في حوانتها، وجدت أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. لا أنا الذي يسميني بعض الناس جهلا أو تقليدا رجل دين، لا أنا فقط، بل كل مسلم، لأن كل مسلم أخذ عليه هذا العهد حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتصوروا لو أن المسلمين كانوا عند هذه البلعة والعهد فإن شيئا لم يؤرقه، وأن أي مصيبة لم تحط فيهم ولم تنفسهم أو تنزل بهم من مستوى العزة التي ضيقهم الله عز وجل عرشه إطلاقا، بل ما وقع المسلمين فيما وقعوا فيه إلا لأنهم أهملوا هذه الذنوب الثلاثة التي أخذ رسول الله البيعة عليها من أصحابه، فكانت هذه البيعة مستمرة من بعد لكل مسلم في كل مجتمع
قائم على الأسس المعرفة التي ندركها ونعرفها. السمع والطاعة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرا ما نهملهما في سبيل الله. لا، وإن كان هنالك من يغطي تصرفه بعناوين أنها في سبيل الله وأنه يغضب لله، لكن الأمر ليس كذلك. أنا أكلف بأن أبيع وأشتري بطريقة معينة، مكلف بأن أمارس تجارتي بطريقة معينة، بأن أتعامل مع النقود بطريقة معينة، أيا كانت هذه الطريقة، بمقتضى هذه المبايعة ما الذي يجب علي؟ يجب علي أن أنفذ. هكذا صريح أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمسألة ليست خاصة برسول الله أبدا، إنما هي عامة لكل من كانت في عنق برعة له، لكل إنسان يهيمن على هذا المجتمع أنا فرد من الرعاية. وعندما لا نسمع ونتأثر نسد القضية في قوالب دينية، مع أن الذي نتأذى منه إنما هو دنيانا، إنما هو تجاراتنا، أهوائنا، مصالحنا، أي مصالحنا الدنيوية فيما يتراءى لنا. عندما تضع تسعيرة معينة على بضاعة عند بعض الخبرة أو غير ذلك، ثم أجد كيف أنه يحتال في التلاعب ويطور هذا التلاعب أيضا، نعم، فيجعل البضاعة قسمين، يخفي قسما ويظهر قسما، ويفعل ما تعرفون جميعا. وربما كان هذا الإنسان مصليا، صائما، حاجا، ألا ترون أن الإسلام الكل المتآلف المتضامن والذي نراه من خلال ميزان هذه البيعة يتعارض مع هذا الأمر؟ لا ينبغي أن أقول أنا مظلوم، أنا غير مظلوم، أنا كذا، لا، الهدف الرباني بعيد جدا من وراء ذلك الأمر. ينبغي أن أسمع وأطيع، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، أعطيهم ما لهم وسل الله ما لكم. أنا أفعل ما قد أمرت به، ثم أقول اللهم عيد علي يا رب، أنا فعلت هذا تنفيذا لأمر نبيك الذي كان مبلغا عنه، وإنصياما لشريعتك ولمقتضى حكمك. فاللهم إني أطلب منك العوض، اللهم إني أطلب منك أن تسعدني وتكرمني وتغنيني، خذ ما لك من مولاك، مد يدك إلى الغني الأوحد، أنت غنيا عن الناس جميعا، فقرك إلى الله هو الذي يقتضيك أن تسمع وتطيع بهذا الشكر، لله التصرف فقط، حاجتك إلى الله هي التي تجعلك لا تسمع إلا بما عند الله. وهل تتصور أنك إن فعلت ذلك أن الله يخسر تجارتك ويخسر صفقتك، وأنت السامح إلى رضا الله، وأنت الذي تطرق باب الطلب من الله سبحانه وتعالى وحده، فابتغوا عند الله الرزق، هو يقول لك هذا الكلام، ابتغوا عند الله الرزق، ما يريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. عندما يغش الإنسان بضاعته فإذا قيل له لماذا فعلت هذا يقول هذه التجارة، كم سمعت هذا الكلام، هذا عبارة عن فن تجاري
واسترزاق. من قال لك هذا؟ من ذا الذي أنبأك أن المقياس هكذا؟ إذن أين أنت من قول رسول الله وهو يقول هذا من مستوى كونه حاكما ونبيا؟ من غش فليس منه. إذن هذا لا نثبته، لا نثبته. وكان من باب أولى عندما تنزل بنا غلامة أو بزيد من الناس غلامة من قبل بعض القادة يسوع التأثر، ويمكن أن نلملم الدلائل التي نتكلف لها أي نختلقها لنقول إن هذا الإنسان مرق من الدين وخرج من الإسلام ولم يبق مسلما، وسبب ما هو؟ ظلما وقع عليه، مالا أخذ مني. بينما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أثرة عليه، أي ولو كان في تصرف الحاكم استئثارا لنفسه بالخير لأخذ لهذا الخير منه. تسمع يا صوفيا، نحن في كثير من الأحيان نتمرد ولا نكتفي بالتمرد، بل نبرر تمردنا ونؤيده بحيثيات نختلقها، وإن استطعنا أن نزيل صفة الإسلام والإيمان من هؤلاء القادة ونصبغها بصفة البروف والإلحاد لم يقصر. ولكن طبعا هل هذا الميزان الذي قاله المصطفى في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما يسمح لنا بهذا الامر؟ سمع ثم فعل. لكننا جميعا عرب نقرا كلاما عربيا واضحا نجد انه لا يسمح لنا بهذا الامر. شيء فارغ، فعلى اهم الامور نعم، وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا اي في حالة واحدة لا بأس ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، اي فيما عدا هذه الحالة لا ننازع الامر اهله الذي يجري اليوم خلاف ذلك، خلاف ذلك. ونعم الذين يحاولون ان يفعلوا خلاف ذلك يبررون لانفسهم بانهم يعلمون مثل هذا الحديث، هذا الحديث مشهور معروف وهنالك احاديث اخرى ايضا بهذا المعنى ذاته، يبرر عملهم يفكرون ثم يفكرون ليصلوا الى طريقه يفكرون بها ان هذا الحاكم او هؤلاء الناس لم يعيدوا مسلمين، لم يعيدوا مؤمنين، حتى لا يقع في قائله هذا التحذير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان هنالك برهان عندي استطيع ان امضي به الى الديان، اذا وقفت بين يديه ساقف، استطيع ان اخرج هذا البرهان واقول يا رب هذا هو، وكان برهان ناسعا واضح لا لبس فيه هل افعل؟ لكن اين هو هذا البرهان؟ اين هو؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه من استعلم بشهادة الإسلام واتجه إلى قبلتنا فهو مسلم، ولا يجوز لي إطلاقا أن أقضي بأنه مارق من الدين أو كذا، بل ربما إن فعلت ذلك كنت أنا معرضا للمروح من الدين والخروج من رتبة الإسلام. موجبات الكفر ما هي؟ موجبات الكفر محصورة معروفة ذكرها علماء العقيدة وموجودة في نهاية أي كتاب من كتب العقيدة. من موجبات الكفر أن ينكر الإنسان حكما معروفا من الدين بالضرورة، أن ينكر حكما إسلاميا معروفا بين الناس جميعا بين الناس بالضرورة، يعني لا يحتاج لمعرفته إلى دراسة خاصة. أنكر حرمة الربا مطلقا،
كفر. انكر حرمه الخمر، انكر حرمه الزنا، انكر حرمه القتل النفس بدون حق، انكر وجوب الحج الى بيت الله، انكر وجوب الصلاه ووجوب الصيام. هذا انكار لحكم اسلامي معروف بالضروره. نعم. فان كان هذا الحكم حكما في كل محل خلاف ونظر فانكاره لا يفسر، يفسر لكنه لا يفسر. من المفسرات السخريه بشيء معروف من الدين بالضروره، السخريه كان يسخر بالقران، كان يسخر بالصلاه، كان يسخر بشعيره من شعائر الاسلام. هذه السخريه كفر، حتى ولو لم تكن هذه السخريه لها قرار عقلي عند السافر ابدا. هذا من جمله المكفرات. من جمله المكفرات ان يرتدي الانسان بقصده واختياره ما يعبد شعارا دينيا ينافذ الاسلام، وضع الصليب في عنقه كفر، وبقصده سجد لصنم كفر. هذا معروف، هذه هي الانواع الثلاثه التي اتاها امثله من هذا القبيل. ما دون ذلك من المعاصي لا يجوز لنا ان نكفر احدا بها ابدا، لا حاكما ولا محكوما، لا رجلا ولا امرأة. لو انني سرت في الطريق فوجدت انسانا في حانة يشرب الخمر، يعني لا استطيع ان اكفره ولا املك ذلك ابدا. لو انني وجدت رجلا يأكل الربا ويزد ابنه في وظائف ربويه ويزد ابنته في وظائف ربويه لا املك ان اكفره. هذا انسان يعصي ويامر اولاده بالمعاصي فهو فاسق قولا واحدا، لكنه كافر؟ لا. الفتاة التي تخرج سافرة مكشوفة النحر والظاهر مهما كانت، حتى لو كانت يعني متعرية تمشي في منتصف الشارع متعرية تماما، أتملك أن تكفرها؟ لا، هي فاسقة تعاقبها، لكنك لا تملك أي برهان على التكفير، لأن السلوك قد يكون مبعثه ضعف، قد يكون مبعثه عدم قدرة، قد يكون مبعثه تغلب النفس الأمارة على صاحب هذه الناس، بينما يقينه العقلي مدرك أنه عاصي. وهذا شيء دقيق، وكتاب الله أوضح لنا هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا ذلك. كنت في إحدى السفرات عائد إلى دمشق من إحدى البلاد، وأجنبي في الطرف الآخر في الطائرة امرأة معها بعض فتيات، أدركت فيما بعد أنهن بناتها متغزلات يعني في غاية السفينة. في الطريق جاءت أمهن تسألني بعض الأسئلة الدينية، وأجبتها على ما سألت، وأخاطت بها بناتها يسمعن. قلت بعد ذلك، قلت هذه الأسئلة تدل على أن كنا تعرفنا قيمة الإسلام، وتهتم الواحدة من كنا بدين الله عز وجل، لكن هذا المظهر أراه ناقض ذلك. فماذا قالت واحدة منهم؟ قالت: يا سيدي نحن ضعاف، نحن ضعاف لا نملك قدرة ذاتية على أن نسير كما أراد الله، نحن نعلم أننا منحرفات، ونحن نعلم أننا
عاصيات بعيدات عن صراط الله عز وجل. لكن بصراحة نفوسنا تتغلب علينا ونحن بأخر سكتت. ماذا أقول؟ لم أملك إلا أن أدعو. لا أملك إلا ولم أقول الله الحمد لله ما امتلا به كثيرا من عباده. اللهم توبة نصوحة اللهم استقامة على ما يريدون. هكذا حكم ربنا ديننا، هكذا ربنا إسلامنا. هل أملك أن أكفر هؤلاء الفتيات؟ ممكن الإنسان متطرف إذا رآهن من بعيد هكذا أن يلعنهن؟ ممكن أن ينظر لعنة الله عليكم كذا يقول من هذا الكلام. ممكن أن يتطرف في الحديث عنهن إلى درجة التكفير. ومن فرق أيها الإخوة بين معصية تسبب إنسان في القاعدة الشعبية يتحرك وبين إنسان يعيش في قمة الحسد؟ ليس البشر البشر. إن كانوا يعيشون في سدة الحكم ألا يعيشون في قاع المجتمع. والضعف البشري إذا أحنى على الإنسان بكلاكل المرضى بالنسبة لكل الظروف ولكل الأحياء. فنحن لا نملك أن نكفر أبدا إلا إذا استعلم صاحب الكفر بالكفر. وأن أرفض هذا الأمر لأنني لا أقيم به. الحجاب أنا لا أقيم به. هذا شيء بتال ذكر بكتاب الله عز وجل وكلامه. هذا كلام أفل الظهر عليه وسلم. خلاص كفر كفرا بواحا. جمع بين السخرية بالقرآن وجمع بين إنكار ما في القرآن. فهو إنكار وسخرية معا. إن سمعت أذنك هذا الكلام إذا هذا الكلام قد كفر صاحبه. ونحن نستفيد ونسأل له الهداية ونذكره بأن يعود ويستغفر الله ويعود فيتشهد شهادة الإسلام وأن هذا القرآن كلام الله المنزل علينا. وإذا كان الأمر كذلك إذن عدم تطبيق الحكم مجردا لا يكون دليلا على الكفر. والآخر بين أن يأمر الرجل أهل بيته بالانحراف لا نكفره بمجرد ذلك. اللهم إلا إذا باح لنا بكفره كذلك لا نكفر القائم على أمر البلدة عندما يأمر بمعصيته. كما أنني لم أكفر رب الأسرة وهو يأمر أهل بيته بالمعصية لا أكفر القائد أيضا وهو يأمر رعاياه بالمعصية. ولكن ماذا نسمع الرسول عليه الصلاة ماذا قال في آخر بند؟ وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخافف الله لومة لائم. أقول جاري الذي يأمر أهله بالمنكر أترك بابا أدخل إليه في داره وإلى فضه ثم أقول له أنت أخي وجاري ولك علي حق الأخوة في الله وحق الجوار في هذه الدار وأنا أحب لك ما أحب لنفسي. هذا الذي تفعله في دارك ستلقى مغبته قريبا ولسوف يعاقبك الله ولسوف تحمل أوزارا من عملك وأوزارا من تصرفات أهلك وأولادك. وغدا إذا دمك القبر ستندم وتتمنى رجعة لدقائق إلى هذه الحياة الدنيا لتصلح ما أفسدت. ولكنك يا أخي لن تملك. فأنا أخوك اقبل مني نصحي وأقلع عن هذا التصرف. هكذا أقول. وإذا رأيت الحاكم أبا يأمر بمعصية أترك بابه أي أراه بأنه نصر فأقول وأتكلم بنفس سنتك وبنفس التعبير وأذكر بالله
عز وجل وأقول أنت مسؤول أن تقوم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تحمل أقدس أمانة، فلا تضيع أمانة الله في يد المصطفى، وأنت من بعده الخليفة، نعم، والحاكم إذا استقام على أمر الله عز وجل هو ثاني فئة من سبع فئات يستظلون بظلا ذليلا يوم القيامة، ويستظل الرؤوس من الحرارة في المحشر الذي تتزاحم فيه الأقدام والرؤوس. هؤلاء هم الفئة الثانية بعد من؟ بعد الفئة الأولى أكبر سبعة يظلهم الله ولا ينأسك أولي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إماما عادل ثم شاب نشأ في عبادة الله. لا أنا أقول هذا الكلام أقول له يا أخي لقد أقامك الله على فرصة ذهبية تملك أن تسعد نفسك في دنياك وأخرى من حيث تسعد أيضا أمتك وشعبك. الباري عز وجل يدخل الهداية في القلوب، الباري عز وجل يجعل الكلام سر، والسر إنما يثبت من علياء الله عز وجل. نعم كيف الكلام كله سيدنا وابتعدنا عنه واستبدلنا عنه النزلة فنبحث عن الوسائل التي تبرر لنا التفكير حتى إذا جمعنا الوسائل من هنا وهنا قلنا هيا بنا إذا لقد كان أن نقوم ونسير ونسير ونجيب. وهذا الحديث من أوله إلى آخره نهي لنا عن هذا التفكير، نهي واضح. وأنا أعجب من أنني كلما مررت بأحاديث، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كما تعرفون، وشرعت تتمطر إلي الأسئلة، وهي الواقع أسئلة ليست موجهة إلي، هي موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب السؤال يبدو أنه يخجل من أن يقول أنا يعني أعترض على رسول الله، فهو نعم يشفي ذهنه بالتوجيه هذا السؤال إلى أنا مثلك يا أخي، أنا إنسان مسلم، أنا أمين من نهي العلم على شيء عرفته، هكذا يقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولولا أن الحكمة في بالي، ولولا أن الخير كل الخير في بالي لما أمرنا رسول الله بهذا. هل قمتم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال رسول الله ثم وكلكم الله الى انفسكم او الى غيركم؟ ابدا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولا يغضبن لي فلان او فلان ام فلان. الا يطبق هذا في دارك؟ طبق انت ايضا في دارك. الفتاه اذا بلغت الرشد ينبغي أن تحتجب الحجاب الذي شرعه الله، إن في شارعها، إن في مدرستها، إن في جامعتها، ينبغي أن لا يرى منها أكثر من الوجه واليدين، والوجه أيضا إذا رأت هنالك من ينظر إليها مفتتنا بها، ينبغي أن لا تمكنه من ذلك. لماذا لا تصدقونها؟ ولو كلفكم ما كلفكم، لماذا؟ الأخطاء موجود، كلنا نخطئ، موظف يخطئ، مدير مدرسة يخطئ، مديرة مدرسة تخطئ، لماذا لا تتصرف تصرفا يجعل صاحب الخطأ يتراجع عن خطئه؟ لماذا؟ نضع الأمور هنا تبهولا، نضعها تسير تماما كما تشاء، ثم نغطي كسرنا وعجزنا وعدم تطبيقنا لهذا البند الاخير في هذه البدايه، نغطي ذلك بالتكبير بالتاثر
بضرورة القيام على النظام أو على طبع. والله هذا الكلام لا يعني يعتبر شفيعا لتقصيرك في جنب الله. أنت مكلف بأمر بسيط يا تقوم به، أمر بسيط جدا، هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لو كنت أنت والآخر 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 في هذا، فإن الله عز وجل لن يترككم أبدا، ولسوف يجعل من كل من خلقكم خدما وحشما يسككم مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لماذا لا ندركه؟ لماذا لا نصلح الأمور من قوابلها؟ لماذا لا نعالجها في التسلم الأولويات الذي وضعه الإسلام أمامنا وبين أيدينا؟ وأنا أتمنى أن تكون بيوتنا فقط، بيوتنا قوامة على هذا البند الأخير. يعني أنا أتساهل في قضايا الأسرة، لكن لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لا نتلاحم، يبدأ بنيتنا، هذا لا يخص أحدا، لا إشكال في هذا. هل كل مسلم يغار على الله علنا، يغار على الله في بيته؟ ثلاثة أرباعهم كاذبون يغارون على الله علنا، إذا تكلموا إذا تحدثوا في أسواقهم ويطلقون زفرات، فإذا ذهب الواحد منهم إلى داره وضع زفراته على الرف وجلس مع أهله وأولاده وكانت حياة معروفة معروفة. طيب، القيوم يراني، الله عز وجل يرعاني ولا كذبي، الصدق هنا يظهر. أنا أعيش هذه الحياة. كنت لا أدري، أظن أنني قلت هذه القصة مرة ثم ألقيت في مكان آخر لا أدري. كنت في جلسة احتفال في دار أحدهم ودعيت إلى الكلام، فقلت أتكلم واستطردت ودعاني السياق إلى أن أتكلم عن بيوتنا وأهمالنا للإسلام في بيوتنا وتربيتنا لأهلنا وأولادنا، سهراتنا، نعم، ذكورنا، آثارنا، غربة الإسلام في بيوتنا. ومنذ كل الليل تقريبا في الملهيات والمنسيات، بل لا ننظر إلى أننا مسلمين. نعم، لنفسي علي حق لأن أمتعها بالمباح وما أيسر وأوسع الطرق المباحة، لكنني أرتكب المحرمات الكثيرة والشنيعة. قلت هذا الكلام وأفكر في هذا الكلام، وربما انبعث تأثير في بعض النفوس. وجلست ولاحظت أن القوم قد تأثر، وإذا بإنسان متعلم يقوم من بعدي يفسد كل ما حاولت أن أصلحه. قال له: ماذا بكم؟ ما هذا الجنود الذي ران على مجلسكم؟ ما هذا الحزن؟ هذا الأمر هذا زائد، والله أنا أسهر وأنا أجلس على التلفزيون وأرى المسلسلات وأفعل وأدعو أهلي كذا إلى ذلك، وأخذ يفيد وأخذ يتكلم ويتباهى بأشياء غريبة وعجيبة جدا. يعني ممكن الإنسان إذا ابتلي أن يستسلم، لكن هذا الإنسان أبى أن يستطع، بل أبى إلا أن يجعل من تصرفه، ولا أريد أن أفيد في تفصيلات المقال، إلا أن يجعل من ذلك يعني مثالا لما ينبغي أن يكون، ومسح كل العواطف التي حاولت أن يدخلها في القلب، وحاول أن يظهر موقف المتصرف المخطئ لأن عمله هو العمل السليم. رحمه الله آب إلى ربه عز وجل هذا الإنسان. هذا إنسان متعلم، فما بالكم بعامة الناس؟ ما بالكم بعامة الناس؟
نحن بيوتنا نأكل فيها الحرام، أليس هذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه؟ تجاراتنا أبوابها مفتحة على الحرام، أليس هذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه؟ الزكاة يمر العام، قال للبارحة أشخاص فجار منتشرين في هذه البلدة، أقسم أن 5% من التجار لا يدفعون زكاة المال التي كلفهم الله بها، أليس هذا من المنكر؟ يا أيها الإخوة، يا من يغار على ظاهرة بسيطة جدا 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 فيها لأمر المال لأمر النفسي ويقول إنه يغار على حرمات الله ويرى المنكرات في داره وعند جيرانه وفي نفسه وفي سوقه، فلا يتحرك ولا يحرك ولا يحرك لسانه إطلاقا. هذا ليس هو النهج، ليس هو النهج. نعم، ما هكذا يا سعد سيرة الإبل كما يقول البشر أمام الميزان المصطفى، بلعة أخذها رسول الله على أصحابه هي في عون الدماء نفذوها، كونوا قوامين على أمر الله، كونوا دعاة إلى دين الله، مروا بالمعروف حيثما كنتم، وانهوا عن المنكر حيثما كنتم، بلسان ملككم الله إياه، وبالحكمة والموعظة الحسنة، وانظروا كيف يجمع الله شملنا ويشيع المدة فيما بيننا، وكيف ينتصر الله سبحانه وتعالى لنا، والحمد لله رب العالمين.